إنجازات عسكرية متسارعة في جبهة الخوخة. فبعد ساعات من سيطرة الجيش بدعم من التحالف على مدينة الخوخة، هاجمت قواته معسكر أبو موسى الأشعري، أحد أكبر المعسكرات التابعة للجيش اليمني السابق والواقع تحت سيطرة الميليشيا في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، وأحكمت السيطرة عليه. المعركة بعد تطورات الساعة الأخيرة تدور إذن في محافظة الحديدة، وسط توقعات بأن يواصل الجيش تقدمه باتجاه مينائي الحديدة والصليف اللذين لا يزالان تحت سيطرة الميليشيا. قيادات الجيش الوطني في الخوخة كشفت عن أن الجيش يخوض معارك شرسة على مشارف مدينة حيس الواقعة على بعد 28 كيلومترا إلى الشرق من الخوخة، وسط توقعات بأن يتم خلال الساعة القادمة استعادة المدينة التي تتحكم بالخط الرئيس الواصل بين محافظتي تعز والحديدة. على طريق تعز صنعاء، وبعون الله قريبا إن شاء الله سيكون الانتصار القادم إلى محافظة الحديدة. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش تقدمه باتجاه مديرية التحيتة الواقعة إلى الشمال من مدينة الخوخة. الجيش باشر مهمات تطهير معسكر أبو موسى الأشعري من الألغام بعد أن وضع يده على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ التي كانت تطلق باتجاه المخا والجبهة الغربية لتعز، وبالتحديد قرى ومناطق مديرية شمير المجاورة. عشرات الأسرى والقتلى هي حصيلة المعارك التي دارت خلال الساعة الماضية، فيما رصد الجيش عملية فرار واسعة لمقاتلي الميليشيا باتجاه الحديدة. حقق الجيش الوطني في الخوخ انتصارا في أحد أهم المواجهات العسكرية على خط الساحل الممتد من شمال المخا إلى مدينة الحديدة. فالتجمعات العسكرية التي تتواجد في هذه المنطقة أقل أهمية من تلك التي كانت توجد في الخوخة ومعسكر أبو موسى الأشعري على وجه التحديد. وفيما تشير التطورات العسكرية الأخيرة إلى إمكانية تحريك المعركة باتجاه مدينة الحديدة ومينائها، يستبعد مراقبون اندلاعا وشيكا لمعركة تحرير الحديدة بما تشكله من نقطة تماس مباشرة مع المجتمع الدولي الذي يظهر حساسية شديدة إزاء أي انهيار محتمل للأوضاع الأمنية في أهم ميناء لليمن على البحر الأحمر.